بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خش براية رزدار صلاة خود السر اتجال اذجال كاديب هي خودش برنامه وبرنامه مجوى إسلامه خلق بوريدا اگر ما بتل ما بحسي وان شراكر بي اويت هاتين انجام داين اتناف برا بنامالا اماويا و عبد الله بن زبيدي دا او حصار ابلوقيد ابوري یو یت سیاسی او یت عسکری او یت دینا نصر مکه حتىت انجام دا عبد الله بن زبیر هاتیا شهید کین ات وی خلکه دا اگر خدای خاص کتن د بحث چرخه خلافت عبدالملک بن مروان کین عبدالملک بن مروان ایکش زنجیرا خلیفات دولت امویہ خلکی بایع دای بستيكوشتنا عبد الله القريه زبيري بلا با او خليفه اي كي بي ابدريجاهيا زنجيره خليفهت بسرمانا كو كرسييه خلافت يعني ابشيري ستاندي يعني ابشري ابشيري ستاندي استاندي. يراوي كري كارتاكرنا كا اكثر او ياد جوار السار فقه السياسيه الاسلامي كر خوشكو برايت عزيز ما ام اتزاني نيال بيراميا معاوية بيا خليفة يعني بيا خليفة دولة اموية بشتي صلح القال امام حسن انجام داي يعني بشتي حسن كري علي تنازلش كرسيا خلافة كري بو معاوية معاوية يبيا خليفة يعني بريكا صلح معاوية كرسيا دا صلاتي كرسيا خلافته يابدس خرا جهاندي پښتينګه يزيد کوروي يې بیا خليفه دوه اش خليفه دولت امويہ او جي ابوان يعني خطه او پلانا وبشهرزا يا بابخوا يعني بابخوا معاويه يزيد يرنيشته خاري سر کرسي خلافت بلپا دي سبب پشتي خلکه بيعده يعني خلکه بيعه عامه دې دولت اسلامي یعنی بیعده يزيد کره معایی پاشی پشتی یزید چوی بر رحم خوده یعنی عبدالله کره زبایر یه بیه خلیفه دولت اسلامه و خلیفه شرعي شرعی یه راستقینه یت درست و شارکنار دولت اسلامه یعنی بیعه یه هتیادان با عبدالله کره زبایر و پشتی هنگه

يعني عبد الملك كسك بريوي أفكاره نكريه كاسك كسك كساك نت رينشتي خوار سر كرسي ده صلات ابي شوازي ابي ابي كري خشكو برات بسرمان يعني صحابة بيغمبري صلوات خود استر من جلوان دا امت بسرمانا السار السار السر السر خلافت کو خلافت لازمه شورابت يعني بصرمان فشوي كي جشتي بصرمانا تايبتي فقهات إسلامي آه الجل صحابة طبعا همي اترجد نستر هنديك وخلافات لازمة يا بيعابة وبشورابت يعني لازمة خلق رزمان ديا خل سر خليفة أه درب برتن وهر وصاب شو يعني اب دي سابا اب رأي بوشونا خلقية بتن ابي بت خليفة لازمة اب شو سر كرسيا خلافاتي

پشتی وی شوازه ها پشتی اف وکی گوتی اف را ما بحث کردی که بیعه و شورای علماء آیان جی صحابه درست کرد که هکر ایک بید دست نیشان کرن پشتی خواه یعنی خلیفه دی مرد ایکی پشتی خواه دست نیشان کرد بسرمان افریکا جی ریگ دایه یعنی افریکا جی درست کرد اجازه في به رکیجی بجنه استخلافت يعني, إيك خليفة كي بشتي بابو كي بشتي يعني دا یعنی یک خلیفه کی پشتی خو دست نشان کتن بجد باب و گلی خلکی هر گاوا کا فلان کس پشتی منه بسرمان و صحابه اسلام من افریقه يعني یعنی اجازه درست کر بل پا اب مرج شوراي لازمه بسرمان همیت متفق بنرسر يعني ناچه بتن بی رضا بصرمانه بسرمانا لازمه امت همی راضی به تسروی کسی اوی هاتی دست نشان کردن به بتا خلیفه پشتیه بری خو و هر وسا شورا کا مطلق یا سران سریا امت اسلام السر هل بجارت نوی بت یاجی سر دست نشان کردن نوی اول مرحله دو مرحله سی دی سبا صحابت پیغمبر گل فقها او زنایت بسرمانه دی اجماع السر هندی بی کو خلافات بقوات چنابت يعني بتوارث توارث تشتا و هما بونمونه مثلا حاکمک آن خلیفک بیجت پشتی من فلان کسه و هما دا انت سردفنا بی رضا من دیا خلکی بی کو عالم جی بید بی کو بیعی بدنی مثلا هما قوت بینتن قوتا یا آسنی و آگری و شیری مثلا دا انت سر و خوافارس که سر خلکه یعنی بیشتن از دب من خلیفه اوها هماش بنو بنکاری اوها یا رد کردن نسحبه بيغمبري اسلام قسم اف شوازا قبيل كريه وهر وصلنا فقهاء علماء بسرمانه يد إسلامي افتشت يعني اثرها قبيل كريه جار مطلقا تاريخ إسلامي ده و نات يا قبيل كرني هر كتابت كتابه يعني فقه اسلامي فقه سياسيه اسلامي حامي سري حتى بني بخين تجاره نسحبه بيغمبري زنايت بسرمانه سربي چنده يعني رازي نبينه بله با عبد الملك بن مار بن دا بسرمانا رمانا فيانا فيا ببي امر الواقع چونكو شريط مازن هاتنا انجام دان كي او عبد الملك بن مرواني كو او بيشي دولتا امويه بيشي بن مالا امويهنا وشرطنا براوي عبد الله بن زبيري دا برايا يا وكي قلتي حجاز ان يعني امه حجاز برانبر وكي قوتي جيشا يا شامي بسرمان يعني بينا دبر برا شامي بقياده وسركشيا يا عبد الملك الكوري براحي جازي كو مدينة عراقي كوري مرواني وهروسا براح حجازه كمكه مديننا الجال العراقي اباجي لي صاحب سركشيا عبد الله كوري الزبيري او يجي على نا خلافته كربي شرط ما ظن ما قلت شي بينو خلقت ما قالك اشاره يا داي وما جمارا كشتيا يا قوتي وشان تخين هاترشن سربي چنده عبد الملك بن مروان بشتي كشتنا يا عبد الله كوري زبيري بأمر الواقع يعني بفيتنا فيتنا أفي هردي دي سر كرسيا يا خلافة إش آه علماء بصرمانا يتهاتين فقهاء يتهاتين آه نصوص شريعتي يعني نصوصة قرآن وحديثة يتلق داين دي يتليك ارهاين ويتأويل كرين دا الشرعياتي بدتا توريثي جي وصا بدتا استاندنا كرسيا خلافته بهزي بشتي أفا بيا أمر الواقع بصرمنا مانا فيانا فيا إلا دي عبد الملك حكمي كتن إش برندي ناچارا كو ات وكي قوتي ات ناف فقه السياسي إسلامي دا وتشريعة إسلامي دا درجة هكي بو فاكن بو في چونكو بيا أمي بأمر بي أمر الواقع والشريعة جي يعني لازمة چوتش تجبن الشريعة نادر كافتن علماء مجبور بين رابين اه هندك نصوص الشرعي إنان قرآن وحديث وهندك عمل الصحابه ويا خليفه تيغمباري صلاه خساره ليك دان وكي كراسه كي ليكير وكيراه بالويك يا سي اواي هاتي يعني بِوِرَاسَة تيتا سار كرسيا بونمونا وكي يزيدي مثلا يانجي بوي اوي اب هيزي هاتي يا سار يا خلافه الراشدي خلافه بصرمان وكي عبد الملك كر مرواني يعني بصرمان مجبور بين تأصيل كربو في مسألة شرعية دا في جي چونكو دپاشي إن انكا سبب چي بيو كابو علماء بسرمانا افشان دا هاكر بلي خوشكو براي بسرمان بشتي انجي ما او نصوصا او دقيق قرآن وحدي حديث اينان و درست كر كو هاكر ايك بيد دس نشان كرنه بجنة توريث رين تخوري كرسي خلافاتي علماء بودرست كر قد اوه جي وارجتنا يا كرسيا داس صلاتي، يان جي هكا إيك قوات إثر حكمي بوكي قوتي بهيزا شيري هات، بويجي طبعا ما درست درستكير ونصوص الشرعي دانا بولوي، وأوجي اينات نافريزا يعني حكمك الشرعي بشريعتي يا إسلامي. يان أم بيجين يعني، أبيدكو جالك بوانا خم أب بابا بابت بابا بابت شوراي، بابا تا بيعي، وقدا صلاة الإسلامات يدا شوراية، نب كوتاكيا وناب شيريا وناب تاوريثيا مثلاً ناب يراسثيا. أبد هذا علماء أعلام جارة أبد كربتوانش في باب تي ادبيجن أصبح سنة هيرقل وقيصر بديلاً عن سنة أبو بكر وعمر. يعني السنة هيرقل وقيسري كدرجات هي هزارا سنة احتمال حكمرانية رانيا دولة الروم. ما هر هيرقل كمبربا قام أوتوماتيكي كريوي تريش تخوار الشيناوي أمبراوي هيكار كورناب مثلاً. يعني اكتشف بنمالي. و وصاب درجاهية احتمال هزارها سالة حكمرانية دولة فرسة هر كسراك مربا اه اه هما اكسر دا اه كوري بي آن كتاوي آن براي آن اكش بنامالا دارين سر اه كرسيا كسراويته بجا اتبجن كسراويته هر قليت بنا بديل بو حكم شورا يكو ابو بكر و عمر رحمة الله خدر سروانا ب بحكم رانيا خواه السر تخت خلافتا راشدي خشكو برايت بصرمان. بشتي هنجي يعني مرحلة سيه فقهاء بسرمانا هاتن مجبورية يعني بفيت نافية كافنات قالبي دوايكي قوتي اه درست كيركو اه بو او كاسيت دستي دينتا سر دست حالاتي و كرسيا دست حالاتي بزوري جيوارد گرتن بقواتي جيوارد او جي درست كير او جي درست كير اجبار چی هادی وگا به سبب وی بیشیم. بو چند بسرمان، علمایت بسرمان، فقایت دیف، وان بو هر کس که هاتی شوازکی نی اینایو، و او شیر کشای با عالم و رشتی و دبرکی کی پیدا کری مثلاً، ایلا ده از از خراب که آن از آگیری بردم. علمایت بسرمان بو مجبورن کو ایلاهی یعنی مگود دلیل کج شرعی بوده و او، بجنه ما از بنی کرم که, که توجی حکم خوابی که هر وقتی کاتا چونکو بو مصلحته امه د یا اواجیت صفر دا د فراغ سیاسی نمین فراغ نمید دست حالات دا گلی یعنی جهدارو بنار رزد دا اگر فراغ فراغ چی بيد دست حالات دا حکم نمو دولت نمو و کی گوت قانون و یاسا نمون د و کی د یعنی جانا یا مجتمع جانا امه د بت جانا یا وکی گوتی یا غابات تالی ایتن دی دارستان همایی پیز دی لاواز خود هر کسا که بوید مثلا دی تعداری فقیر کت و دی حقیوی جستین تو مافیوی جستین تو دی در خطنش میدانا یا ژیانه و احتمال و که اب شیری سریوی جی کتن و مافی جانش یه بستین تو میادیتی چند جارا يعني زوردار يتهاتينو غيابة وقت أودي نهي وقت دستلات نهي أنجيا لواس ما يودي تشان زوردار يك مازن العالم كي بجا فقهاية بصر مانا ما دما يعني مجبور بين تاريخ فيا كمان دي بوفان دارت ظالمت ببخت أود حكم إسلامش وشورة شورا يا جوان يا باكو ومنزه واخد تعالى القرآن دم يا وأمرهم شورا بينهم يعني حتى بيچ بيچام مرحله مرحلهات حتى دومای کی بابا بابو همایکه ایک هات خوابت السرّ کرسیه ده سلطات قوت جيور گرت هم بلا حکمی بوچی دا فراغ سیاسی نمن دا کرسیه ده صلاة نمّين تا وره دا, دا صلاة هر هب دا قانون و یاسه دا مروفت خراب پتر سنش ایکی کرسر کرسی کی کو سوبای هک دا, دا بیت استزادان اوشره کی و یادی جیدا امه تا اسلام ای گرتيبت یعنی يعني بصرمان ایکو دو بگرن أمتا كم يا بتيو أي جرتي ودي سوا يعني سرك ها بتن أفسرها بغض النظر وكي عربة بيجي مثلا بچه شواز هفته سرده سالاته یا باشترش هنده کو ما گوت با که گوتی پرد پرد بتو برت برت هر ایک بخواب بچه تل دیف سره خواب و پیدا ببن و پشتی امت زعیف بتن، پاشتی پشتی هنگه خوده نکتش ناف بچه تن به سببه بسرمانه و علمائت بسرمانه و صحابه جی گلک جارت جلگ تشتى, الدرس و تشتي ناي ناي الدرس يعني و درس نقاندی او تشتی یه نه شرعیه نه درس يعني یه اختیت قالب شریعتی دار یاد درست کری پی خمد دار بسرمان جیگ بنابن پی خمد دار نهل بسرمان نه لواشد پشتی هنگی دستی دجمنات بر پیستی وان دار پشتی او و آخا بسرمان وگرن و حاشا عرض و و به ببن خوشکو برایت عزيز. ده ارسالی باباتی پشکی درش کم اوه خلاکی همیه چونکو اوه مفاهیمن مفاهیمن اوه الأسلام بصرمان حقيقة تاريخها خازانين. أفركا أفيد فيغوفي حكمين ماتكن. والتيارة هي بجنة تيارات السلفي حتى فيغوفيجي طبعا يتأصيلة في الشرعية في أفيديتكن. أما ماكود بو مرحلة كي بي مرحلة كا يا يه... يا هستيار مرحلة كا تايبات بي. علماء بصرمان مجبور بين يعني آآآ ساريخا بو بين أما أفركا يعني واقعية هاتيا جوريين. بون مثلاً استبداد ودكتاتوريات وخافت ناسار اب واكي غوتي اب, أب وهزي وش حق امتك وحق امتي يا امات ومجتمع وبصرمان خليفه بخا بالبجيرن ودس ثلاثه بخا بالبجيرن اف بيتا ستاندني بروقت طبعن طبعن اكيد بهشتینګه د خرابې پیداوت از از ګلوما اته مړ به سید پاچا علماء درستګرو پاچا وا سری خو بووان چماندو کاچا وا حکم زورداره قابلیت کړه من او علماء من ګته مجبور بین به مصلحت کا بر وخت د سرمان جیک ونبن اسنا به ما او هم بهشتینګه به شما شریف نه ولا آثار شینوار دکټاتوریا ته استبداد او ظلم او تعداری او ظالما بهشتینګه دې مدید ک علماء اسلامي چن یعنی وکی گوتی پاش کرد تاریخ اسلام اوا پاقش و بجین و او بنگاوت مازنت صحابه و تابعیه و تابع ها تابعینا حتی روناهی و دینی برکو کت و عدالت و رحم و محبت و اسلام و, و ایمانه ایمان مگود چار کنار دنیای وگرتن چوا دس حالات ابسرمان ابي دس حالات کا زورداری او حالات يا 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 ظالم او بے باخت مدید بصرمان پشتینگی بسرمان چوا ها حتى دمای کے بین اخرت امتی ابر که ام خود بین کہ حال ات ميدانا ها حرکی دل گل دشمنا هر وصات گل حتى دوستاجی یعنی يعني. لا مخبرت عزیز بجا علماء بیجن علماء ویگابیت هاتین تحصیلہ بم مسئلے کری ات بیجن بلا امت بلا أمات يا جيك فاكري بتن بجن افتراق الأمة على الشورى بلا شورى هبت وبلا بيعة هبت وبلا أمات جيك شوي بتن بلا جلك يعني وكي قوتي برتو بلاف بن شترش هندي كو بصرمان ايك بن ادبن استبداد دكتاتوريتي بات حاكم مستبد حاكم دكتاتور حاكم ظالم شب سري خلقيت إنت وقت كرسيت كبه دستي وقت هست كبه دستي وقت شيت كبه دستي دا كاچاوا يعني و يعني ولاتي حميه قرخكاريه سارت و او حميه دات او اخو بروا وامي ويقاوي بيني كاني شنوارتوه چند اتمازن اش برهن يعني فقه اسلامي سياسي جل جلك تأخير بي بسرمان جل جلك باش ومان وبسرمانا واكي قوتي ناشيان منافسه وهاوريكيه اتجل امت اتعردي بكن أميت اوروكي امي خوات بيني كاني چند نخواشيه پايدا بيوكا چند بسرمان يعني اتحالتك نخوش دانن بوچي اوه هميد زورتا و بو سيستم استبداد و هروسايا دكتاتوريته خشكو برايت عزيز اوه مدويا اس اوه خاله يعني اشارتك باش بدمه چونكو اوه شرحك بو بو يعني بيعات درست بو حكمراني ودس صلاة درست يا إسلامي يا شرعي أبا سر أساس الشوراي و أساس بيئة تاكرين برامبر يعني أبتين خطها بجنة سر كرسي كادا صالاتي بزوري وارد جيرين انقلاب انقلابا سر كنو وحق ملاتي وحق شعبي يعني جيستين عبد الملك بن مروان يعني أمنا وشيرين تاريخة كا يعني تشاف نقوان دس سر رائي تاكرين وكي تشاف روجي النيفا أسمان أشكرا يا أشكرايا عبد الملك بن مرواني أب رشتنا خويني هات اثر كرسي كرسي ادس ثلاثه او هر واسه گلك ويت بري و يت يت وكي يت وكيگوتي غرس هاتنا کشتن و هر چنده يعني عبد الله بن عبد الله بن زبير خليفه كي شرعي بي بسرمانه بي عدا بي شو راي هات بي اثر حكمي وعالم بي راضي وعبد و عبد الملك بن مرواني انقلاب السر عبد الله كريز زبيري كالخليفة الشرعي خروج الساركر يعني اك توفيگاو في بيني احكام خروج يتهين فيجا في ابي الشهر هذا الظن كاتش بيجم احكام خروج التطبيق يا حميد سر عبد الملك التطبيق بنشكو خروج سر سر خليفه كي كير او خليفه برضايا خلق خلافات ياكري ريشت خوار سر كرسي هذا صلاته اوا اشرحك يعني اخي اوي ديكر ما حتى قدري بينا قلت وقت الصحابة عليه الصلاة والسلام يعني عبد الله كريز صحابي الصحابة يا نجد بابو يعني أبا الصحابة بيغنبرية مع أنا قل دا قدري بيجرم جاري حتى مرد باشي دا كرسيا دا صلاة جي نا ولا كشت ورنش تخواري سرج كرسيا دا, كرسي دا صلاة ورنش تخواري الشيناوي وعبد الملك بن مروان الفيريجينا الراوسطة نخير وإنما خيانات بخوحة البصمامي خواجي كير. يعني هم ابن مالا امويات متفق بين كو بشتي مرنا مروان كو ريحة حكمي عبد الملكي لازم عمر عمر بن الاشدق بس ما اوش حميا بيش تربي او انت خوري سر كرسي هذا بن مالا امويات باب خده يعني عبد الملك بن خيانة خيانات البصمامي كر وخط نيفا كوشكو ديوانت خدا ابشيري اوجي كشتو وشنابر راستت بجن باش امامي بس ماني باش ماني باش ماني خيانات لكر مان وعد بابوي مرواني وعد دابيه عمر بن الاشدق قوتي هرغا وكا اسب مرم تو دشيني ريني خارج شينامن او عبد الملك قبيل ناكر اوجي كشت الديوان كشت خويناوي جي هر كان سر محفير كاسورو او او اوجي اشنابر ونبس اذبتني وانما حتى هواليني وصداقتك ما ظنتنا برا ويو مصعب كوري مصعب كوري زبيري ذهبي برا عبد الله كوري زبيري مصعب قائدك جلك بركتي بي مصعب صحابه پیغمبري عليه الصلاه والسلام بخو حتى حوالينيا مصعبي جي يعني برجاف ور نغرت كو بجي بيك و حتى بين كالمير او اودان عمر باب خدي مصعبي كوري زبيري جي يعني البر يعني ديوار ديري ات نيوا شريدا او كشتل سر و كي گوتي سر دستي بي هاتا كشتن يا يعني جي هكا ام نبي سر دستي يعني اب فرمانوي هات يا كشتن لو ما عبد الملك بن مروان ام دي حمي قباحه الشرمزاري تو بيجين بلا تاريخ ولازم حميت بيتا غوتن، بس برمبري فيش هندي جي، شو انسان نين حاشا، يعني وكي شيطاني بن هماش، اش باشي شيشتي بن و هر هادي شو انسان جنين الملايكات بن هما، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. نخير. انسان طبيعتي هو صانا، خرابيجي كيل دافهين، وباشي كيل دافهين. اف افهر انسان كيش ما ازبم تبي، عبد الملك بن مروان بن عبد.

گرام بي و پتر لهاتن دمشام روږي باشه سر راي هندي كوندا خرابيجو خلاتيجي الدفن دابچين بحثي جانب باشي ويبكين. افا من يعني خود سر شاهد من يعني بإنصاف بحثي ويكر خرابيتو همين من گوتن باش ديين گي بحثي باشي تويج يمكن انكارناي تكن عبد الملك بن مروان يعني خليفه كي جل جل كيب نابودان كادي ام ان بحثي كيم دائمنا عجب گرتي قاچان باشي شكل جانب يي باشي يي عبد الملك عبد الملك بن مرواني مروهك يلاك يلاك يب عقل بي بيجن من عقلاء الرجال يعني هاكتا كوما زالاما يتوي سردمي همي ظلام تا كوم كربان اقل عقلدار زلامت وي سردمي عبد الملك بن مروان بي افاك يا دو غوتي ذا حزم وشجاعه قالك حزم الدف حزم يعني شو اللي تخاف بناجهت كرن إقدام هبي زيكا وكي غوتي بينجافا خا اتهاويت جلك مرو وكي شجاع وزيرك بي جلك مرو وكي عقل مندو ويه شهرزائي يه شهرزابي وهر وصا كفاءة بي توي بحدو بس بي بين هر شو كي بير رابعه هم بسرق وات إنا برق وات إنا وهر وصا ات إدارة دولة طبعا بحس إدارة دولة تكين وسياسة تكين چه جارا بهیوی ند بی هر آستنگ که مازن با بره کاویجی ایلا او آستنگ لاد دا خود سر آستنگ را و چور را خیدی در باز بی و یاس و, و, و قنوط و هر وکی امد بجین یعنی بهیویاتی چجا بو چه نبیه شیا یعنی امتا اسلام اوام برینو که بحثی وکیری کو بی دو دوبار برا شامه و برا حیجازه و عراقه و جارا کادی، هر اوی کسی بسرمان حمی کرنه ایک إيك كلاخ حميكيرن إيك دولت إيك أمة إيك كلاخ يعني إيك مجتمع ايك جواج أفي يعني عبد الملك بن مروان جارك دي بسرمان زفران أنت نافع ووأو أمتا <متحدث> جيك برتو بالافه حمي جارك دي ودي سافه يعني دشمنت بسرماناجي إيك إيك الديف ايكي يعني ماغوت قالك مروكي زيداي بي قائده عسكري زيداك سياسيه كي يواكي ماغوتي بي ونا شيا دجمنه الدوله الاسلاميه اكي ديف ما ماغوت اشناف ببتن او هر واسا ستين الدوله الاسلاميه جركادي نيجان كيرنوا يعني ني جركادي دينه دنا و او يعني ابيت مي جول ساروي نفي سين یعنی دا مازرینره دوی به بو دولت امویہ پشتی معاویہ کو ر ابو سفیان راسته معاویہ دولت امویہ دا مازران بس دولت امویہ چنه ما به همداش نفتو پیچ بتن حکر نہ عبدالملک کو ر مروانی یعنی وی راجباو بجارا دوی جارا کادی بنیاد او اساس وی دولت جارا کادی دي ماگوت دیناوہ یعنی دیناوہ پشته هنګ یعنی خوارج شکاندن

يعني اف حركاتها مش ناف اف حركاتها خطر بين السر مستقبل اسلامي و جواكي بسرمانا شيا مثلا حركة الازارقة عند باشي تفصيل بحثي ان شاء الله كالخودي حسكتن يعني بزاف الازارقه اروصا الصفريه بزافا جل جل ماتر سيدار بسر سر مجتمعي بسر مانا بسر اسلامي هروسة حركه ابن الاشعثي عبد الرحمن بن الاشعث امي باشي هكا خذي حاسكتن أوان حركه تفصيل لكي نبدا تخلاك بيدا ان شاء الله أوي شي افون هميه ناببتن ببتن هميات كتا ايك اوا اسلامي نيجم بكتن وبنستروا اساسا بودينتن ووحدته وايك جرتنا بسر مانا او هیوین قنجیو باشی جرک دید نف جبا که بسرمان دا مگود بلاف كده عبد الملك بن مروان بی خلیفه بو دولتا إسلامي بو دولتا اموی ها که بجن بو دولتا اسلامی پشتی عبد الله کره یعنی يعني زبیری او خلکی بی عدایی او بسرمان جی علماء بسرمان جی فتوا دا گویی درسته، اوه غلابت، غلابت به تسر کرده که حکمی هر وقتی برینو که میشه شرط بدای، درسته حکمی بکتن، یا درست اوه ما قد بو حالتكي ضرورات يعني راستا مثلا عبد الملك بن مروان بغلابته هات السر كرسي حكمي يعني غلابات كرو هات السر كرسي حكمي بكشتنا وشيري وخرشتنا خينه هات علماء أجيبوا درست كر بس هذا بو حالتكي ضروري بي قاعدة شرعية أصولية أبات بيشتن الضرورات تبيح المحظورات بس رمانا تشتا درست كر يعني يعني بو حالتكي ضروري راستا كيناية درستة هي محظورة يعني إسلامتي قبيل هف جد قلب نمايت شورا شورا يد بيعه بس با بحالة كي ما جود يضرورات علماء بصرمانة أفشان ده ما يعني درست كير أما حالة درست يكو حكم دولة إسلامي لازمة يعني جارك دي بزفرين نبا بصرمانة لازمة بيكول يمكن او اجداث دای یانجی او خلتیات یکرند در حق کرسیه د صلاته جراکدی بتا وکی ما ګوتی زفراند نه و واکی اف قايده ما ګوتی اضرات تبیح المعذره بون مونا مثلا ایک دمرت شپرساده درسته ګوشته برازی بخود خو ګوشته برازی حرامه شریعتیا حرام کلی محذوره بس دمرف نمرتن درسته مرف هند کېش ګوشته برازی بخود بس نک اوه همدې بردهامخ نه چیګا او ضرورت نه ما حکم وی جی, نامینت. وی جی نامی نت حکم وی محضوری جی مگود ادی نامی دزبرت سر حرامی خویا بره درست بی بو مده کی بو ضرورت کی بس گل گبا ضرورت نما حکم وی جرا کی دزبرت بو حرامی یعنی یا بره تماما یعنی مگود جبرهند کد فوزات چه نبتن سرك هبتو خليفة كنشت سر كرسي حكمي وباشي جي طبعا بريفا بر ما يعني فوض ناس النهي لا فوزا جي اه تشبتن أفايا أوقات بجنة الخلافة ناقصة راست خليفة بس خلافة كان ناقصة يعني نيا درستا بس ما لازم بيكولي بكن كو يا شرعيه درس جركادي بزفرين نبا اش برهندي لازم بسرمان ما بكن آه يعني اوي آه نقص اكمال بكن جركادي درس بكن و يعني يا بسرمان بزفر النبا سر شروط الدرس مرج الدرس يه إن أنا بيعي و سر اساسي يه ما يعني آه بقولت بتقلق لك جارة سر فان وسائل فيديو ده اكده دي, دي بيجتن حاكمي هكار روجي يعني روجي نيف ساعتي البيش تشوفت خالكي البيش تشوفت امتي عراقي باخد والبيش تشوفت خالكي زناي بكت حاشا حتى ليواطي بكتن ونفيجا جيناكتن وعراق باخور بتن وهر وصا ما قوت جي بكت ليواطي جي بكتن تشينا بتو دجي رابي طبعا افا يعني فكرة كا سقطة يعني فكره كا جل جالاك هار نو طبيعتي انساني يعني جال طبيعتي يدرس يا انساني، بل با ام تشبكين أفيد اف فكره كري وتاسيس كري اه يا دايناي بو باراستنا كرسيي زور دارو يا افيدياج، نهيل بصرمان دجي يعني بخو هاكا بييلن هاكا بشي نهيل بصرمان دجي دا صلاتك الرابط حتى أجريا كافر جيبتن، خو حتى نبيجا جيناكت كافر جيبتن بس اعلانا كوفرا خونا

عمل قوم لوط يذكر أبى بجنة لوط والزنا أبى هكال دفء إيه كهبت أبى أبى شهادة يا قبيلة يعني نابت نابت عندام الجواكي في جشني قد يعني خليفة بصرمانة إش برهندي لازمة هكار بريكت ياساي وبريكت يتمدني هكار بصرمانة شيا أبي لادن ديت لادن هكش خنشة ولو بقوة السلاح لازمة بصرمان أدي جرا راكن ومروفا كي دين سر كرسي هذا صلاة بريكا شورا بريكا بيئة ومروفا كي منكم كي آتا قرآن وقت بيجتن أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لازمش ما بتن ما بصرمان بتن تشوف صرمان ديتيا كافر تاب كي كافر نديتيا تاب صرمان كي عرق وخور تنديتيا تاب كي زناكر تنديتيا ما منكمش منكم مش ما بتن لازم نعرق وخط لازم ظلمينا كت لازم حق بدتي لازم يعني اوان أفان بابا تتجلى لك كت طبعا بوش أفان صحبة اتكين دا جنجت ما الفي سردمي و بين سوشيال دا كاشن تأثيرك كمظن كم يعني ليد بتن خد تعالى بيشتن ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تجارة تجارة كافر ناچبن حكمي المؤمنة وإيمان دارا بكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته